كلوب امبارح في المؤتمر الصحفي بيقول لك احنا لسه اول امبارح الراجل جاب 100 جون، النهارده بقى منتظرين يجيب ال 150 وجاب ال 150. اللي هو محمد صلاح الدنيا كلها بتتكلم يعني انتم متخيلين مش هيجيب ال 150، النهارده بقى ثالث اكتر لاعب في دوري الابطال يلعب 50 مباراه ويسجل اهداف بعد رونالدو وليفاندوفسك، اللي هو بيوصل بيك لليفل انت ما كنتش متخيله تماما. مستحيل. انا عايز اتكلم عن ليفربول بما اننا اتكلمنا عن صلاح، يعني عن دياز، لويس دياز. والعين ازاي بتختار، يعني يورجن كلوب ازاي بتختار وازاي بيعمل الاضافه لفريقه من منطقه انت ما كانش حد في اوروبا بيتكلم عن لويس دياز تماما. يجي الراجل ده يحطه لاعب بيلعب جناح بالشكل ده، بيقدم الاضافه، بيلعب وسط ملعب شمال في نفسه، وبيعمل بنتريشن واختراق بالشكل ده، وبيلعب يمين وشمال، والنهارده بيجيب هدف. فارجع تاني لعين المدرب، وازاي المدرب بتاتش واحد منه، سواء بصفقه او بتاتش جوه الملعب، بتاتش فني، ممكن يغير كل شيء. هو ده يورجن كلوب. لا، وتتكلم في ايه؟ انديه العالم دلوقتي بتتخانق على مبابي، بتتخانق على هالاند، بتتخانق على لعيبه ده رحمه مكان تاني خالص. يعني معديين ال 100 مليون، فاهم؟ هو رايح في حاجه بسيطه كده على قد الايد، وفي نفس الوقت هخليه لكم مبابي.